قوانين الدولة وسلم الإداري بغض بناء أمة ومجتمع متماسك بعيدا عن النزاعات والخلافات الطائفية، خاصة تلك التي يعيشها الرؤى والمزارعين، والتصدي لهجرة أبناء البطة إلى المغامرات المميتة. هذه هي أهم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو للمسؤولين الإداريين والعسكريين بإقليم البطة، على رأسهم حاكم إقليم البطة أليو آدم عبد الله. اللقاء حضره مساعدي فخامة رئيس الجمهورية في المكتب المدني والعسكري ومستشاريه، حيث شدد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو أن أهمية محاربة مختلف أنواع الجريمة والتهريب بالمنطقة واختلاس أموال الدولة والرشوة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو قال إن الجمهورية الرابعة تدعو إلى الأمل والوطنية والسلم، ويجب على الجميع السعي والانخراط إلى الأمل من أجل تشاد التي نريدها مستقلة ومستقرة وآمنة، ينأم الجميع من خيراتها ومصادرها الطبيعية، مشددا الرئيس الجمهورية إلى نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الرؤى والمزارعين. من ناحية أخرى، فقد أمر فخامة رئيس الجمهورية المسؤولين الإداريين والعسكريين أخذ مسؤوليتهم الكاملة للتصدي لمختلف أنواع الهجرة بكل الوسائل. وفيما يتعلق بالنزاعات القائمة في إقليم البطحة بين الرؤى والمزارعين، أكد رئيس الجمهورية بأن السبب الرئيسي وراء ذلك هم الشيوخ التقليديين، وصفا إياهم برأس الأفعى في هذه القضية، طالبا في الوقت نفسه من الشيوخ التقليديين بذل مزيد من الجهود من أجل وضع حد لهذه المشاكل، بأنه لا يريد أن يسمع مرة أخرى خلاف أو مشاكل أو سفك دماء بين الرؤى والمزارعين في إقليم البطحة. فخامة رئيس الجمهورية أعطى المسؤولية الكاملة لحاكم إقليم البطحة أليو آدم عبد الله في الحد من الفوضى التي تعيشها السلطات التقليدية في البطحة. وأضاف رئيس الجمهورية: كل من لم يحترم القوانين والمسؤولين بالدولة توقيفه عن مهامه، فلكم المسؤولية أيها الحاكم في الأمر لأنكم تمثلون رئيس الجمهورية في هذا الإقليم. أخيرا قال رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إن قطار الجمهورية الرابعة يحمل المتعاونين ومحترمي القوانين والسلم الإداري، أما أولئك المخالفين لا مكان لهم في الجمهورية الرابعة، طالبا من المسؤولين تطبيق القانون على الجميع لأن الكل سواسية ولا أحد فوق القانون وتشات للجميع. بحضور 39 من الشيوخ التقليديين بإقليم البطحة على رأسهم سلطان فتري، وجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إناية الشيوخ التقليديين، وقال رئيس الجمهورية: وصولي لمدينة آتيا ليس من أجل السماع إليكم بل من أجل توجيهكم، وهذه التوجيهات ستؤخذ بعين الاعتبار، ويجب عليكم احترام الحاكم، ومن لم يحترم الحاكم لا يحترمني ولا أعمل معه. فقام رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو قال: أنتم مسؤولي إقليم البطحة، قدمتم طلبا للحكومة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب في الإقليم، وبعد توفير هذه المياه الشيوخ التقليديين جعلوا منها مصدر دخل ومنعوا المواطنين من استعمالها، وما زاد الأمر غرابة جعلتم الأراضي الزراعية ملكا لكم، وبالعكس هذه الأراضي للدولة ولكل المواطنين. وأضاف رئيس الجمهورية: وللأسف الشديد بعد وصولي مباشرة إلى مدينة آتيا حاضرة إقليم البطحة قمت بزيارة خارج المدينة، فوجدت صبية في سن تتراوح ما بين 14 لم يسمعوا حتى كلمة مدرسة، وهذا خطير جدا بأن البطحة إقليم يوجد وسط البلاد، ووصل مستوى التعليم في البطحة إلى 30% فقط، وبهذا يعتبر إقليم البطحة في التصنيف التعليمي قبل الأخير من الأقاليم التشادية. من ناحية أخرى، طلب رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو تدخل الشيوخ التقليديين في توعية المواطنين من أجل رفع مستوى التعليم في المنطقة عبر إرسال أبنائهم إلى المدارس، وقال إن البطحة لا زالت تواصل في العادات القديمة الضارة التي منعتها الحكومة، خاصة الزواج المبكر، لأن حتى هذه اللحظة ما زلتم تزوجون البنات في عمر دون 11. بالمقابل فإن الحكومة وضعت قانون لا يسمح للبنت أن تزوجوها إلا بعد سن 18. وفيما يتعلق بصحة أبناء إقليم البطحة، قال رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إن عملية منع عمال الصحة الذين أرسلوا من أجل تطئيم الأطفال جعل أطفال البطحة لا يستفيدون من التطئيم، أمرا رئيس الجمهورية في الوقت ذاته الشيوخ التقليديين في المرة القادمة التي يأتي فيها الفريق الصحي للتطئيم يجب عليكم التعاون معه للأولى بنتيجة تمثل 100% من تطئيم الأطفال بإقليم البطحة، وإلا ستجدونني أمامكم، حسب قول رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو.